السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. كل يوم يمر على اليمنيين في ظل استمرار التمرد المسلح في عدن، وأيضا استمرار التمرد والانقلاب الحوثي في صنعاء. كل هذا يمضي بوتيرة مدججة بالحقد وأفعال مشحونة بالجريمة. لم يبقي التمردان أي شيء إلا وارتكبوه بحق مؤسسات الدولة، بل مستمر هذان التمردان في عدوانهما السافر على الإنسان والمؤسسات والحريات والكرامة. يمارسان عربدتهما المعهودة، هذه العربدة المعهودة في القتل والاختطاف والنهب والسطو والتهديد والتحريض. إلى متى سيستمر هذان التمردان؟ وكيف هو أداء الشرعية في مواجهة التمرد المسلح الذي يقوم به ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في عدن؟ عنوان حلقتنا لهذه الليلة هو عن أداء الشرعية في مواجهة التمرد المسلح في عدن، هل كان كافيا؟ نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. قبل أن أبدأ باستقبال مشاركاتكم في مشاركاتكم واتصالاتكم حول أداء الشرعية في مواجهة التمرد المسلح في عدن الذي تقوم به ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، هل كان أداء كافيا؟ ما هو تقييمكم لأداء الشرعية؟ ما الخطوات التي يجب أن تقوم بها الشرعية؟ هل المواجهة التي يكفل لها القانون والدستور والقوانين الدولية في مواجهة أي تمرد مسلح، كما هي الأداء التي تواجه بها الشرعية والتحالف التمرد الحوثي، يجب أن يكون كذلك بالمثل تجاه أي تمرد يمس بمؤسسات الدولة ويهدد أيضا الشرعية ويهدد وحدة وكيان الدولة اليمنية. إذا وضعنا استطلاعين للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي لنستعرض هذين الاستطلاعين. في الفيسبوك سألنا المتابعين وقلنا: هل الإجراءات التي اتخذتها الشرعية في مواجهة التمرد المسلح لميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات في عدن وأبين كافية؟ هل كانت هذه الإجراءات كافية بحجم الخطر الذي يحدق بمؤسسات الدولة، الذي يحدق بالوطن، الذي يحدق بوحدة وكيان الدولة، والذي يحدق أيضا بمعركة اليمنيين من أجل استرداد الدولة واستعادتها من ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية؟ نعم أم لا؟ هل كانت الإجراءات كافية من قبل هذه الدولة الشرعية؟ صوت للخيار نعم، أن الإجراءات التي اتخذتها الشرعية في مواجهة التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي أنها كافية، صوت للخيار نعم 12%، وهي نسبة ضئيلة جدا. 88% من متابعينا صوتوا بأن هذه الإجراءات ليس كافي، ما يعني أنه لابد أن تكون إجراءات صارمة من قبل الدولة الشرعية المخولة قانونا ودستورا وأخلاقا بالحفاظ على مكتسبات اليمنيين وعلى دولتهم وعلى وحدة كيانهم. إذن 12% يقولون الإجراءات كافية، أما 88% وهي الغالبية العظمى تقول أن الإجراءات التي اتخذتها الشرعية من تنديد، من بيانات أيضا عبر المجلس الأمن الدولي، عبر بيانات للحكومة، للرئاسة، للمجلس التشريعي، للمجلس النواب، ليست كافية. إذا أجمع اليمني أو نقول المستطلع آراؤهم في هذا الاستطلاع أن هذه الإجراءات ليست كافية. وضعت سؤالا على التويتر ومن باب تقييم أداء الشرعية فيما يخص هذه الأزمة. نحن أمام أزمة خطيرة تتهدد اليمن، كما هي الأزمة كما هي الميليشيا التمرد الإرهاب والإرهاب الحوثية التي تهدد اليمن دولة وإنسانا.
سألت المتابعين كيف ترى أداء الحكومة الشرعية في التعامل مع التمرد المسلح الذي تقوم به ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات بحق مؤسسات الدولة في عدن وأبين؟ هل أداء الحكومة الشرعية كان جيد أم مقبول أم ضعيف؟ صوت للخيار الأول أن أداء الحكومة الشرعية في مواجهة هذا التمرد وفي الدفاع عن مؤسسات وسيادة اليمن واستقلال ووحدة أراضيه أنه كان جيدا. إذن 88% يقولون أن أداء الشرعية كان جيدا. أما مقبول فقد رأى 14% أن أداء الحكومة الشرعية في التعامل مع التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي أنه مقبول، صوت لهذا الخيار 14%. 78% من متابعينا يقولون أن أداء الحكومة الشرعية في مواجهة التمرد المسلح كان ضعيفا، وبالتالي كانت هذه النتائج التي وصل بها الحال أن تسيطر ميليشيا مسلحة لا تستند إلى أي قانون ولا إلى أخلاق ولا إلى ضمير، فقط مدججة بالسلاح والضغينة والكراهية، تسيطر على مؤسسات الدولة، تقتحم المعسكرات، تنهب، تسطو، تقتل، تفعل كل المنكرات والجرائم والانتهاكات في قاموس الجريمة. وهل هناك أكبر جريمة من أن يقتل الأبرياء فداء طبعا أهداف غير وطنية وغير أخلاقية؟ إذن الجميع مجمع على أن أداء الشرعية كان ضعيفا، 78% يقولون أداءها كان ضعيفا. وأيضا في الاستطلاع الأول يعني غير راضون بالإجراءات التي اتخذتها الشرعية. إذن هنا تقييم شعبي وتقييم أيضا واقعي عن أداء الشرعية، وعلى الشرعية أن تصوب مساراتها وأدائها حتى يتحقق لليمنيين استعادة الدولة واستردادها، وأيضا إخماد أي تمرد مسلح يهدد اليمن دولة وإنسانا. إذا لدي اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد وعلى الجميع الكريم. أهلا وسهلا بك نبيل الفقيه. نبيل الفقيه، أسبوعان يعني كان عصيبا ومقلقا، بل ربما أيضا له مخاطر عدة على اليمن واليمنيين، تمرد مسلح آخر في جنوب الوطن في عدن، التهم مؤسسات الدولة، أيضا تمدد إلى بعض من محافظة أبين. هل ترى أن الحكومة أدت واجبها في مواجهة هذا التمرد، أم أنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع؟ أخ محمد، الكل يعرف أن الحكومة منذ 5 سنوات وهي في الخارج، وهذه هي سلبية بحد ذاتها. حتى لو كان موقفها قوي ما دام هي في الخارج ليست على أرض الوطن، موقفها أكيد ضعيف. أنت تعرف قبل 2 أو 3 سنوات عندما كان الرئيس في عدن ويحاور المبعوث الأممي كان موقفه قوي لأنه من على الأرض، لكن وأنت في الخارج أساسا حتى لو فعلت كل ما لديك وبذلت قصارى جهدك، وبالأخير أنت في الخارج، العالم كله يقول هذا حكم واقع. يعني البعض والمنظمات التي يحتاج بعض الأحيان نحتاج عليها ما تتعامل مع الحوثي تقول هذا أمر واقع في صنعاء، ونحن نريد الوصول إلى المواطنين. يعني أنا لا أخفيك أن الموقف الذي اتخذ هذا الأسبوع من قبل الحكومة والبيان الصادر لها وتحريك الدبلوماسية وتحريك كل ما لديها بعث أمل في نفوس اليمنيين أن هذه هي الدولة وهذه هي الدولة التي ننشدها. وعندما تتحرك بكاملة رأينا بأن مجلس النواب، رأينا مندوب اليمن في الأمم المتحدة يدين التمرد المسلح والذي تدعمه الإمارات كما قال في الناس بيان الحكومة، البيان الاجتماع الرئاسي، هذا الشيء يبعث أمل في نفوس اليمنيين حتى الحكومة في الخارج
لكن ما رأيك عندما تكون في الداخل وتمارس عملها في الداخل ومجلس النواب ينعقد كسلطة تشريعية يتواصل مع كل برلمانات العالم؟ هذه هي الشرعية وهذا هو الدولة، بغض النظر صحيح نحن في حرب في حالة ضعف في حالة كذا، لكن تتحرك كل أدعاء الدولة. موقفها هذا الأسبوع كشف للناس حقيقة، وهي كانت أساسا موجودة لكن أكدتها الحكومة، تعاون الإمارة مع الإنقلابيين، ونستطيع حتى ونحن ضعفاء أن نعين، ما كيف نعين ونحن ضعفاء؟ سفارتنا في الخارج تظل كل الدول، لأننا شرعية مؤثرة في العالم، مندوبنا في الجامعة العربية ومندوبنا في مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة، يصدر يعني بيان ويتحرك، نتحرك عبر الدبلوماسية، نتحرك في إطار القانون الدولي والقانون الشرعي للدولة تدعم تمرد. وبالأخير أساسا عندما لو أتينا إلى الحقيقة، الرئيس هذه عندما استنجد المملكة العربية السعودية لم يذكر لا الإمارات ولا غيرها، هذا تثبيت التحالف هو تحالف للسعودية. نستطيع أن نقول عندما يقول أنتم أتيتم بهم، نحن لم نأتي، يعني هي هذه يستطيع في الذريعة القانونية والقانون الدولي وغيره، لكن في القانون الدولي وغيره يعني دعم تمرد مسلح على الشرعية، هذا هو العنوان الرئيسي والأبرز. لكن نحن لا نريد أن نلوم الآخرين مثلما نلوم أنفسنا، نحن سلطة تمارس سلطتها من الرياض، هذه هي النقطة العامة. يعني إذن يتحمل المسؤولية في الأول والأخير هي الحكومة، كونها قصرت في أداء مهامها منذ اليوم الأول من تحرير المحافظات الجنوبية وأيضا بعض المناطق الشرقية. بالفعل نحن يعني بالأخير الذي الآن المتمردين كلهم من أين أتوا؟ هم بقرارات كانت بقرارات من الرئيس هادي وبقرارات من الشرعية عينتهم في مناصب معينة، ومن أجل كانت تريد أن إسكات الأصوات المشاهد الذي في تنادي بالانفصال التي تنادي من ينائس، لكن بالأخير عملوا ضد من أتى بهم، يعني وحتى هم يقولون نحن أتينا بقرارات رئيسية. هذه نقطة ضعف، لم يتخذ رجال حوله أقوياء وطنيين ابتعد الكثيرين فساد. ونحن هل تعيين يعني هل تعيين الشرعي لهؤلاء وطبعا انقلابهم على شرعي، هل تعيين هل هي نقطة قوة للشرعية باعتبارها أرادت أن تحتضن كل مكونات المجتمع اليمني حتى تتجه أهدافهم صوب استرداد الدولة واستعادتها ودحر الحوثي؟ نقطة قوة إذا كانت النتائج للصالح العام، لكن نقطة قوة أنها تريد أن ترضي وانقلبوا على البلاد وأثاروا كل هذا والانقلاب الذي التمرد المسلح الحاصل في عدن وغيره، النتائج الناس يحكمون على النتائج بالأخير. بالأخير هل ينفع هل 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 ينفع بيانات هل تنفع بيانات الشرعية المختلفة من أيضا المؤسسة الرئاسية والمؤسسة والتشريعية والتنفيذية وأيضا يعني بعثتنا في الأمم المتحدة، هل تنفع هذه التصريحات؟ هل وهل ستؤدي إلى تغيير الواقع على الأرض؟ أم أنه يجب أن تكون هناك إجراءات واضحة نستطيع من خلالها دحر هذا التمرد، أم أن التفاوض هو السبيل الوحيد؟ ما هي الخيارات؟ لا الخيارات أن تكون قوي على الأرض، هذا أولا، والبيانات هي ثانيا. تستطيع دعم الجيش الوطني في كل الجبهات، التحرك من على الأرض اليمنية، خروجها مثلا من الرياض الوزراء والحكومة وكلهم وكل الوكلاء وكل من له صلة في الشرعية، الوطن يتسع للجميع. إذا كان 80% كما نقول 85% من الأراضي محررة بالطبع حضرموت وعدن وحضرموت وكذلك تعز كذلك مأرب كذلك الجوف، لدينا كثير مناطق نكون أرض من أرض صلبة ونحن في أرض الوطن، لا نرتهن للخارج، الخارج هو عامل مساعد فقط. لكن ما صحيح البيانات وتحرك الدبلوماسية وغيره هذا مسار سياسي مهم لا نستطيع أن نفعل، يعني هل الحوثي عندما اقتحم صنعاء وغيره وعبث بالبلاد وهو لا يبقى في السياسة شيء ولا يبقى شيء؟ هو لم يكن هكذا، كان تبرعه من إيران وكذلك المنظمات الناعمة التي تدعمها إيران وحزب الله وغيره،
لأن هذا حدث في المنطقة. بالأخير يا أخ محمد، هذا الحدث لن يكون فقط على اليمن فقط، كلنا يعرف أن في المنطقة مشروع الصهيوني والمشروع الفارسي والمشروع الآخر والمتفكك المشروع العربي الذي لا ينشأ ولم يقم له قائمة، لصالح من يحدث هذا كله أكيد بالطبع، كل العقلاء وكل المحللين الاستراتيجيين وكل من يفقه في الأمر وأبسط الناس في بعض الأحيان يقول هذا الحدث لصالح إيران لأنه خلل ويقوي الحوثي في الشمال بحكم أنه شغل الشرعية عن مواجهة الحوثي، والحوثي كما يعرف الجميع هو ليس يقود انقلاب في اليمن بل يقود تمرد، بل هو يد إيران في المنطقة ويد إيران والخلايا النائمة التي كنا نقول صحت وهي الآن تعبث في المنطقة. ما يحدث في عدن هو لصالح إيران بامتياز، هؤلاء هم تربوا كما قلنا سابقا أغلبهم وأغلب إعلامهم تربوا في الضاحية الجنوبية في لبنان، كل ما فعله المدينة قاد التمرد نفس العملية التي قادها الحوثي في صنعاء يعني وبنفسه، حتى النهب حتى غرف النوم حتى كل شيء حتى بإعلامهم حتى في كل حتى في التبريرات والمبررات لإسقاط الدولة ومؤسساتها. أشكرك كل الشكر نبيل الفقيه. لديها اتصال آخر، السلام عليكم. إذن فقدنا الاتصال. لدي اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أبو عبد الرحمن، مرحبا بك. حياك. أهلا وسهلا بك أبو عبد الرحمن. هل ترى أن أداء الحكومة كان كافيا لمواجهة هذا التمرد الذي يستهدف مؤسسات الدولة والذي أيضا ينافس الميليشيا الحوثية في إنهاء الدولة وتمزيقها؟ أولا يا أخ محمد، هذا جاب رضاء الرئيس عبد الرب المنصور، هذه الحركات هذه ما نشتيهاش. هذا لو كان رئيس صح الكرتون، هذا لو كان رئيس صح انه يحزم وضعه، الخبر هذا يستوي يعلم لي بالاخير. الان اقتحموا مكيراس، الان يدخلوا شب، الان حضروا موت، ويجي رئيسنا يا اخي يطلع يدي خطاب لابناء الشعب اليمني، على من اللعب على انفسنا؟ يقول لي اذا انت تحمل، على من الكلام هذا يا اخي؟ اي انت تحمل أي الحكومه المسؤوليه؟ حمل عبد الرب منصور هذه اي حكومه، الرئيس من الجنوب، الوزراء اكثر من الجنوب. انا اقول لكم اتوحدوا يا قياده المؤتمر ويا قياده التجمع اليمني للاصلاح، على من المخطط هذا؟ يعني اذا الانفصاليون يقولون ان الحكومه يسيطر عليها الاصلاح، بينما الرئيس جنوبي. بالإصلاح. اين الاصلاح؟ معذرهم بالاصلاح، على الاصلاحيين ان يشكلوا حكومه. انا قلت حكومه كفاءات، حكومه حرب من 5 وزراء من 6 وزراء، اللعبه هذه على من؟ على من اللعبة هذه؟ الأخ عبد الرب المنصور يا أخي طعم خطاب يا أخي، وضع لأبناء الشعب اليمني، شوف دور الإمارات، شوف إيش من كلام. أما إنه جالس لي هنا كفانة غريبة يأكل يشرب، أبناء الجنوب ينتحروا بينهم البن، وأبناء الشمال يصيح من صنعاء الآن جاءتنا بعد إيش؟ أما عبد الرب المنصور هادي يا أخي خلاص. إذا أنت تطالب الرئيس هادي بتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث، وأن أيضا أن يكون على قدر المسؤولية والمخاطر التي تهدد اليمن وتستهدف وحدة أراضيه وكيانه وسيادته. أشكرك كل الشكر أبو عبد الرحمن. لدي اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم، الله بالخير. أهلا وسهلا بك أبو مهند. كيف حالك؟ الحمد لله. أبو مهند، يعني أنت كيف ترى أداء الحكومة والدولة في مواجهة هذه المخاطر وخاصة التمرد المسلح الذي تقوم به ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي؟ أرى الموقف الحكومة والرئيس هذا خيب آمال اليمنيين جميعا. لماذا؟ الشعب اليمني كان منتظر حتى خطاب من الرئيس يوضح سبب هذه الأشياء. خطاب واحد كي يعذر الشعب يعذره، لكن الحكومة لم تصدر بيانات، ليس لها أي قام، الرئيس ليس يصدر أي بيان، ليس قال كان يتمنى الشعب اليمني وكل الشعب الذي أعطاه ثقته وأعطاه صوته أن يخرج الرئيس عبد الرب منصور ويعطي نبذة واحدة إيش السبب، نرويج منه إيش السبب الصمت الذي وراء هذا. ما سبب صمت بعض مسؤولي الدولة أو السفراء الذين هم خاصة في دول أوروبا تجاه هذا التمرد؟ هل هذا
إذا كان رئيس الجمهورية ونائب علي محسن لا حمر بهذا الصب فما تظن أي شيء. إذا كان رئيس الجمهورية لم يصدر أي بيان ونائبه ورئيس مجلس النواب الذي أعطاه الشعب كل ثقته فيه. ولكن هناك ثلاثة بيانات يا أخي بيانات لا تفيد أي شيء. يعني أنت تريد أن يكون هناك فعل على الأرض؟ فعل على الأرض. نريد بيان إلى مجلس الأمن الدولي، نريد بيان يكون وراء موقف حازم. كم يصدر بيان في صنعاء؟ نفس البيانات التي وصل في صنعاء الآن تصدر في عدم، ليس لها أي قيمة يا أخ محمد. إذن ما هو مواجب الدولة حتى تكبح جماح هذا التمرد المسلح الذي أيضاً يهدد اليمن عموماً؟ موقف الدولة وقف حازم ليس حوار، ووقوف الحازم ضد هذا الحوار لا يودي إلى حل يا أخ محمد. وقد جربنا ذلك مع الميليشيا الحوثية، قربنا الميليشيات الحوثية، قربنا مع تنظيم القاعدة، مع جميع الفصائل يا أخ محمد. ليس نبدأ قلق حكومة دخلوا صنعاء بطريقة أن الحكومة مسيطرة على الإصلاح، وإن الحكومة فاسدة، وإن الدب البترول ب3000 زاد 500 بطريقة إصلاح، وسيطروا على عدن بذات السبب. يعني ما السبب؟ هل المعلم واحد؟ هو المعلم واحد والبرنامج واحد والقضاء، هو قضاء على الشعب اليمني، دلة الشعب اليمني فقط يا أخ محمد. نعم. ليس وراء، أتمنى من الانفصال أن يعلنوا انفصال، ليس وراءهم انفصال يا أخ محمد، هم يريدون والله لن يعلن دولة الجنوب ولن تنفصل اليمن ولا والزبيدي لن يسعى إلى الانفصال، وإنما يريد كمعلم واحد إدارة الشعب اليمني يا أخ محمد، لحرف المسار المعركة التي يعني يجب على اليمنيين أن تكون صوب الحوثي. هذا انحراف البوصلة. إذا كنا ننظر إلى المسار في محافظة تعز يا أخ محمد، بدل ما يوقف جميعا لحرب وفك الحصار على تعز، الآن حرب ما بين الفصائل نفسها، ما بين القوات الشرعية التي قلت قوات مبني على أنها قوات مبني على هدف واحد، الآن في تعز ما يجري حرف المسألة لكي لا يخرجون إلى فك الحصار بطريقة أن تعز مسيطر على الإصلاح. يا أخ محمد إذا الإصلاح هذا هذا مؤسف، وربما تكون هناك أيادي نفس الأيادي التي عبثت بعدن تريد أن تعبث بتعز باعتبار أنها تعز حاضنة للدولة ولمقاومة المشروع الحوثي. أشكر كل الشكر أبو مهند، كل التحية لك. لدي عبد السلام محمد. السلام عليكم. إذن فقدنا الاتصال بعبد السلام محمد. لدي اتصال آخر، وليد محمد. مرحبا بك يا وليد. أهلا أستاذ، كيف حالكم؟ كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. وأنت بخير وليد. أنت برأيك من وجهة نظري كيف تقيم أداء الحكومة الشرعية في مواجهة التمرد المسلح الذي تقوم به ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي؟ والله أداء الحكومة دي ما انتشفت يعني ضعيف جدا، المستويات الذي عندك كلها فوق 70% ضعيف. ونحن كنا يعني آملين، يعني كنا ساهلين من الجيش الذي ماذا تكون. ما هي طموحاتك؟ ما هي آمالك؟ وما هي أيضا تطلعاتك أنت كيمني يريد من دولتي أن تقوم بواجبها لحماية المواطنين ومكتسبات الدولة وأيضا المضي نحو استردادها من قبل من مخالب الميليشيا الحوثية؟ نحن نعسف أول شيء على تكوين الجيش الشرعي الذي أصبح في الهواء، يعني جيش اليمن جيش قوي كان، كيف تفكفك هذا الجيش؟ لا نعلم كيف، يوم وليلة. انتقالي تكون خلال 4 سنين، لكن جيش يمني منذ 25 سنة 30 سنة، لكن نحمل المسؤولية نحن بعض جهات في الشرعية، ونحول نحمل المسؤولية النائب الرئيس علي محسن الأحمر كونه يمتلك أكبر جيش في مأرب ولم يحرر حجرة واحدة. الجيش هو ملك للدولة يا وليد، وليس الملك الأشخاص للدولة. ولكن إذا كان عبد ربه منصور هو إنسان عمره فوق 80 سنة، وماذا يفعل علي محسن؟ هل هو أيضا فوق 80 سنة؟ نحن من أبناء الشمال نريد أن نحرر الشمال، لماذا لم يقودنا علي محسن إلى تحرير الشمال؟ يعني ماذا يعني أنت حينما تشخصن المسألة؟ نحن أمام دولة بكيانها برئاستها بحكومتها بمؤسساتها المختلفة،
لماذا تركز بس على علي محسن؟ هل المسؤولية تقع على عاتقه؟ الرئيس الجمهوري عبد الرب منصور هادي هو المسؤول الأول، والمسؤول الثاني هو علي محسن، لأنه يمتلك جيش كبير في مأرب. يعني ما الذي تريده من الجيش الوطني الذي هو في مأرب؟ هل يحمي مؤسسات عدن؟ على الحوثي أن يعلن النفير على الحوثي ونذهب إلى تحرير أراضينا في الشمال، وثم نقول نريد عدن، أنما نطالب بعدن. يعني أنت الآن الخطة دحر الحوثي أولا ومن ثم تحرير عدن. نعم. ثانيا. أيوة هذا هو الكلام. لا يعني عدن كانت محررة. عدن محررة ولا زالت محررة. الكيان الذي الآن احتل عدن وهو من داخل عدن، لن يأتي من برع. يعني الكيان إذن، والذي يعني أيضا هذا الكيان قاتل من؟ هل قاتل شماليين؟ يعني بمفهومك، ونحن أيضا ضد هذا التوصيف، ولكن الجنود، جنود الحماية الرئاسية، الوزراء، كلها كانت لأناس من المحافظات الجنوبية. نحرر شمالنا ثم نتكلم على عدن. لماذا نتكلم على عدن 5 سنين والحوثي مسيطر على بلادنا؟ لماذا؟ لماذا؟ على فكرة اليمنيون معنيون بتحرير كل شبر من اليمن، سواء في الجنوب أو الشرق أو الغرب أو الشمال. أشكرك كل شكر. وليد محمد، لدي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، الاسم الكريم. خالد النصيري يا أخي محمد، كيف حالك؟ خالد النصيري، مرحبا بك يا خالد. خالد يعني أمام هذا التمرد المسلح الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي بدعم من الإمارات، هل كانت الشرعية على قدر المسؤولية وواجهت هذا التمرد بكل ما لديها من أدوات، من أيضا من صلاحيات دستورية وقانونية؟ أخ محمد، الشرعية يعني احنا لما نشوفنا الوضع الأخير تأخرت كثير. ما سبب هذا التأخر؟ جداً. سبب هذا التأخر من الرئيس عبد ربه. الرئيس عبد ربه كيف يسمح لميليشيات وهو يدري أن الإمارات قاعدة تدعم الميليشيات ذي من خلال 4 سنوات 90,000 جندي؟ يعني الصمت ولا من يصرح. الصمت منذ 4 سنوات هو الذي أدى إلى هذه. نعم. النتيجة. الصمت منذ 4 سنوات ولم يأتي بأي نتيجة. هو الذي أدى إلى نتيجة هذا التمرد وسيطر على مؤسسات الدولة. التمرد. نعم نعم، هو الذي أدى إلى هذا التمرد وإلى هذا الخزي والعار الذي وصلنا إليه الآن. إذن أمام هذا الواقع ماذا يجب على الدولة أن تفعل؟ الذي يجب على الدولة أولا وقبل كل شيء أن توقف المجلس اللي هو ما يسمى الانتقالي ذا عند حد الآن، هو في تقدم إلى جهة الأبين، والآن وصل أبين ويتوجه لشبوة، وما بعد شبوة حضرموت. لماذا لم يتوقف الآن؟ هل يتكرر السيناريو نفسه؟ هنا السؤال، نحن نطرح إلى الرئيس والحكومة، لماذا لم يصرحوا إلى الآن بوقف الإمارات؟ يعني تعتقد أنه الانتقالي هو مجرد أداة لا أكثر؟ الانتقالي مجرد أداة لا أكثر. إذن يعني لماذا هذا الإصرار الإماراتي على الحاق الضرر باليمن وحده؟ الامارات يا اخي العزيز يا محمد، الامارات والله لا تحب الجنوبيين ولا تحب الشماليين. هي تريد ما الذي تريده؟ ما الذي تريده؟ هي تريد مصالحها. الم تشارك في استعاده الشرعيه في التحالف لدعم الشرعيه؟ هي جت، هي اتت، ولكن اتت لمصالح. وليش وين تاتي لا؟ ما حقيقه هذه المصالح؟ حقيقه هذه المصالح التي نراها من 4 سنوات، والجزيرة سقطرة مستحلة، والمهرة ألم تشوف المهرة ولا تشوف جزر الموانئ حتى اللي بعدن اللهم صل محمد، جميع الموارد اليمنية، البترول، الغاز، موقف كل شيء موقف. إذن يعني أنت تقول أنه الإمارات لديها ما يكفي من النفط والغاز وغير ذلك، لماذا تأتي إلى اليمن الذي هو أيضا لديه شحن الإمارات؟ لا يهمها الغاز قد ما يهمها الميناء ويهمها الجزر اليمني. يعني تقصد أن ميناء عدن يشكل تهديدا خطيرا مثلا؟ نعم، هو لدبي هو التهديد الأول للإمارات الميناء. كيف تثبت هي الآن الإمارات أنها تريد ناس
يعني تابعين لها يضمنون لها بقاء الميناء، بحيث يعني مثلا تبقى مصالحها يعني أهدافها واضحة وأيضا واضحة باقية، واضحة للعيان، وكل المواطنين اليمنيين يعرفون ذلك. يعني هل الإمارات نحن يعني كمواطنين لا حول لنا ولا قوة إلا أن نتفرج، والمفترض الرئيس والدولة هي التي تتكلم. لماذا سكتوا 4 سنوات ونحن في هذا يعني وصلنا لهذا الذل؟ إذن نتيجة دولة يا أخ محمد، نعم دولة يا أخ محمد تملك الكلاسترونش هذا السلاح العادي، وهذيك تمتلك المدرعات والقذائف يعني إذن الدولة فرطت بمسؤوليتها في دعم جنودها وألويتها حتى تواجه أي خطر محدث. نعم فرطت الدولة، وإنما لو كانت موجودة في اليمن كان لم يكن هذا الكلام صار، لو كانت موجودة في اليمن. إذن أنت أولا في الأول والأخير تحمل الدولة لأنها فرطت مسؤوليتها. أولا وقبل كل شيء هي الدولة، هي من أتت بهم، هي الدولة، وهي التي الآن تكفر عن ذنوبها وتقوم بالواجب الوطني. إذن عليها أن تقوم بواجبها الوطني، لأن هذا التمرد، ومن ثم أيضا توجيه الشعب تجاه الوطن. الشعب يذبح من الوريد إلى الوريد، إذن إن لم تموت بالرصاص تموت شوع. الله المستعان. شكرا لك أستاذ خالد النصيري على ما تفضلت بالحديث به. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم أيضا نعود لاستقبال ومشاركة أيضا واستعراض آرائكم على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول أداء الحكومة الشرعية والتمرد المسلح الذي تقوم به ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي ضد الدولة ومؤسساتها الشرعية بدعم من الإمارات العربية المتحدة. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في برنامج الكلمة لك، في هذه الحلقة التي نناقش عن أداء الحكومة الشرعية في مواجهة التمرد المسلح الذي تقوم به ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. هل كان هذا الأداء كافيا؟ في طبعا مواقع التواصل الاجتماعي في كل منصاتها أيضا هناك ردود أفعال غاضبة وسخط شعبي من الناشطين، من السياسيين، حتى من بعض الناشطين العرب تجاه الأفعال التي حدثت أو تجاه التمرد المسلح الذي حدث في عدن، الذي أيضا يقوض جهود التحالف في استعادة الشرعية ودحر ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. لمصلحة من يخدم هذا التمرد المسلح الذي أيضا يستهدف الدولة التي هي أيضا المظلة الشرعية والمنظومة الشرعية لمعركة اليمنيين لاسترداد الدولة واستعادة صنعاء ودحر ميليشيا إيران الحوثية؟ إذا نبدأ بالكاتب والمحلل السياسي السعودي علي التواتي القرشي، حيث كتب أيضا تغريدة يقول فيها: حينما قررت قيادتنا الرشيدة، ويقصد هنا المملكة العربية السعودية، الاستجابة لنداء الحكومة الشرعية في اليمن بمساندتها ونصرتها، كانت وما زالت تعي موقعها القيادي في الإقليم والعالم، وبالتالي على كل من دخل رأسه وهما أو وسوس له الشيطان أنها ستقبل تهميش الشرعية أو تقسيم اليمن تحت ناظريها، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا أيضا لغة تحذيرية لمن يحاول أن أيضا يخلط الأوراق أو أن يساهم في تجزئة اليمن وتهديد جواره. أما في التغريدة التالية
فقد كتب الدكتور محمد جميح يقول: لم يحدث أن ظلت حكومة في حالة حرب لأكثر من 3 سنوات بلا وزير دفاع إلا اليمن، ولم يحدث أن يتعرض بلد للانقلاب والتقسيم ويحتاج للشرح قضيته للرأي العام العربي والإسلامي والدولي وفي حكومة بلا وزير خارجية. ما يجري غير معقول. العالم يريد أن يقف مع الشرعية، لكن من يقنعها لكي تقف مع نفسها؟ يتساءل الدكتور جميح. أما علي الفقيه فقد أورد صورة لأحد المواطنين أحدهم الذين دخلوا قصر المعاشيخ، والتي نهب هذا القصر عناصر ميليشيا التمرد، الميليشيا الانتقالي. هذا مواطن أخذ دست للطباخة، يقول: أشعر بالتعاطف مع هذا الشخص، وصل قصر معاشيق في عدن وقد رجال الانتقال نهبوا كل شيء، تلفت يمين يسار ولم يجد ما ينهبه، وقعت عيناه على هذا الدس في المطبخ فحمله مدفوعا بالشعور بالغبن. وهذا طبعا هكذا تفعل الميليشيا، رأينا ما فعلت الميليشيا الحوثية في صنعاء، وهكذا تفعل ميليشيا الانتقال في عدن: نهب، سلب، سطو، كلما يعني في قاموس الجرائم لدى هذه الميليشيا. أما عبد الرقيب الهدياني فقد كتب تغريدة يقول: شغلون العويلة، ويقصد هنا الانفصاليين، أنهم فرضوا أمرا واقعا بالسلاح في عدن وأبين، ولازم العالم يفاوضهم على الانفصال. ذاكرة هؤلاء مضروبة، بل فيها بلادة بشعة. القاعدة في 2011 احتلت مثلهم محافظات أبين وشبوة والبيضاء، ولاحقا حضرموت، وأعلنت إمارات وولايات وإعلام وقضاء، فهل تعامل معها العالم كأمر واقع؟ يختتم قوله: اعقلوا يا عويلة، هكذا يصفهم. أما سليمان العقيلي وهو كاتب ومحلل سياسي سعودي يقول: الحكومة اليمنية ليست خاتما في أصبع كما هي الميليشيا، كيف لنا أن نمنع التعبير السياسي لحكومة مستقلة؟ ألم تعلنوا رسميا، وهنا يوجه خطابه لأحد الإماراتيين، ألم تعلنوا رسميا اعتزازكم بتدريب وتسليح 90,000 عنصرا غالبيتهم ميليشيا متمردة على الحكومة؟ من ضرب جيشها؟ ألم تمجدوا بإعلامكم الرسمي تمزيق وحدة اليمن؟ يضيف ويتساءل العقيلي. أما همدان العلي فقد أيضا كتب تغريدة يقول: لا يمكن التأكد من صدق وجدية رفض الرئاسة والحكومة الشرعية للانقلاب في عدن إلا من خلال عملها الميداني وتعزيز تواجدها ودعمها لأتباعها في بقية المحافظات الجنوبية. البيانات والتغريدات لا يمكن أن تنقذ مشروع الدولة الاتحادية. الرئيس مطالب بالتواصل مع الناس وتعزيز قوة الأحرار الرافضين لهذا العبث. الدكتور فايز النشوان أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت يقول: يجب ألا يغيب على الشرعية اليمنية أنها أن إن شرعت في حوار جد في حوار جدة أن تصر على تسليم المتورطين في قتل الأبرياء ومن قاموا بعمليات السرقة ونحو ذلك مما حدث في عدن أثناء وخلال الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الانتقالي لمحاكمتهم. الحوار السياسي ليس معناه تجاوز حقوق الناس والتفريط بها تحت أي حجة. أما الصحفي أحمد الصباحي فقد أيضا كتب يقول: رئاسة الدولة، الحكومة الشرعية، رئاسة البرلمان، مجلس الشورى، التحالف الوطني للقوى السياسية، الائتلاف الوطني الجنوبي، كلهم يقولون أن الإمارات تدعم تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، ويطالبون بإيقاف هذا التهور وبإيقاف التهور في تقسيم اليمن. إجماع يمني على خلل كبير يجب أن يتوقف. أيضا علي الفقيه يتساءل، أيكتب عن اقتحام ونهب قصر المعاشيق؟ يقول: اقتحام ونهب قصر معاشيق اليوم وهو طبعا بالأمس من قبل ميليشيا الانتقالي بقدر ما هي رد إماراتي على موقف الحكومة الذي حملها مسؤولية التمرد في عدن وأبين، فإنه يكشف عن التركيبة الحقيقية لميليشيا الانتقالي بما هي توليفة من أصحاب السوابق والنهابة، هكذا يصفهم. أما فهد العجلان وهو أيضا صحفي سعودي يقول: وحدة اليمن الشقيق أو انفصال جنوبه شأن أبنائه، هذا شأن يمني لا أحد مخول بالتدخل فيه، لكن ما يحدث في عدن هو شرعنا لما سبق إليه
الحوثي من انقلاب في صنعاء شرعية هي ضمانة كل اليمنيين، ورهانات الضيقة الأفق لن تجلب إلا مزيد من الجراح على وجه اليمن الذي نتمنى عودته سعيدة. أما الصحفي أحمد الزرقة فقد أشار إلى ما يشبه المتمرد هاني بن بريك، يقول حمود الصوفي يحاول لعب دور هاني بن بريك في تعز، وهنا أيضا استهداف التمرد، يحاول أن يتمدد التمرد ليستهدف تعز، هذه تعز المدينة والمحافظة الصامدة التي أيضا وقفت في وجه التمرد الحوثي. أما يحيى الأحمدي، الدكتور يحيى الأحمدي يقول ليس عيبا أن نعلن بملء الفم أننا مع كل دولة شقيقة أو صديقة تحس بوجعنا وتقف إلى جانبنا وفي المقابل أي مساس بثوابتنا واستغلال ضعفنا سيكون الرد قاسيا طال الزمن أم قصر. ليس مطلوبا منا مطلقا أن نخاصم الآخرين أو نتصدر المشهد كما لو أننا أفقنا من سباتنا واكتشافنا أننا كنا في ضلال. أما الصحفي أحمد ماهر وهو صحفي من مدينة عدن يتعرض أيضا للتهديد بالاعتقال والاختطاف بل والقتل من قبل ميليشيا الانتقالية، يقول أحمد ماهر الإمارات دعمت قيادة الانتقالية عسكريا وماليا وإعلاميا حتى صنعت منهم قادة، ومن حق الشرعية أن تتخذ موقفا تجاه هذه الأعمال التي تهدد وحدة اليمن. إعلاميو الإمارات يشنون حملة ضد الرئيس والحكومة لأنهم رفضوا تصرفات الإمارات وطلبوا بإعادة جنودهم، أبشركم هذا مطلب اليمنيين أيضا منذ عامين. أما خديجة عبد الله وهي أيضا صحفية سعودية تقول تحول المجلس الانتقالي إلى عصابة مسلحة اختطفت مصالح الشرعية ولم تراعي مصلحة الشعب اليمني ومؤسساته المدنية. من يرى المشهد يتأكد تماما أن الانتقالي يعمل وفق أجندة انفصالية حزبية واضحة تماما، لكن الأمل بالله ثم بحوار جدة الذي سيجمع الفرقاء لتحقيق المصلحة العليا لليمني وشعبها. أما وزير الإعلام معمر الإرياني فقد كتب أيضا يقول المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي إيران التي تعيش أزمة حقيقية جراء الحصار، وتعتقد ميليشياتها في صنعاء أن ما يحدث في المناطق المحررة سيرفع الثقل عن كاهل ذلك النظام الإرهابي ويحقق أهدافه في اقتحام عدن. يضيف معمر الإرياني بقوله الشعب اليمني يقفون صفا واحدا مع الحكومة الشرعية، وأي تأييد للفوضى في عدن والمناطق المحررة وتأييد مطلق لإيران وميليشياتها الإرهابية، ولن نقف مكتوفي الأيدي ولا زلنا نتملك أدواتنا للتعامل مع هكذا أحداث. الدكتور محمد جميح أيضا يقول بيان التحالف العربي واضح في وجوب انسحاب مقاتل الانتقال من الأماكن التي سيطروا عليها، والانتقال أعلن الموافقة. الحكومة اليوم قالت إنها لن تتحاور إلا بعد تنفيذ ما التزم به الانتقالي استجابة لبيان التحالف، وهذا هو الإجراء الصحيح. لماذا يحاول البعض المغالطة بأن الحكومة ترفض الحوار؟ أما أيضا همدان العلي يقول هاني بن بريك يقول أن الانتقالي حريص على هادي. هذا الموقف يذكرني بموقف الحوثيين عندما استقال هادي في يناير 2015. ظهر الحوثي في خطاب وقال إن استقالة هادي مؤامرة تهدف لخلق فراغ في السلطة وتعطيل مؤسسات الدولة. وقتها كانوا متمسكين به ليكون غطاء للانقلاب. سيم أي نفس الكلام، انقلابان لمبررات واحدة أو تمردان مسلحان لهدف واحد وهو إسقاط اليمن وتفككه وتلاشي هذا الوطن الغالي. لن يسمح اليمنيون بتقسيم اليمن ولا بتجزئته ولا بتمزيقه مهما كانت المؤامرات ومهما كان الدعم لهذين التمردين، تمرد الحوثي الإيراني وتمرد الانتقال المدعوم من الإمارات، وسيبقى اليمن موحداً طال الزمن أو قصر. في أمان الله.